تعالت دعوة لسحب الجنسية البلجيكية من أطفال من أصول فلسطينية، فما القصة وما السبب؟ مكتب الهجرة والأجانب في بلجيكا وجه طلبه إلى البلديات من أجل مباشرة العمل على سحب الجنسية البلجيكية من أطفال من أبوين فلسطينيين. العديد من البلديات احترمت توصية مكتب الهجرة واتبعتها الطلب الموجه للبلديات من طرف مكتب الأجانب والهجرة في بلجيكا لسحب الجنسية من الأطفال من أصول فلسطينية، أخرج مؤسسات عن صمتها، مؤسسات قانونية وحقوقية ثارت وانتفضت بسبب هذه الخطوة، وهي تصفها بالسلوك الغير القانوني. فهل هذا الطلب له علاقة بما يجري في غزة؟ وهل ينطوي على إشارات واضحة تبين ولاء بلجيكا لإسرائيل؟ وزارة الهجرة واللجوء البلجيكية حملت الجواب نافية أن يكون الطلب بسبب الحرب على غزة. قراءة واحدة تستشف من طلب تجريد الأطفال الفلسطينيين من الجنسية البلجيكية، فما ذنبهم؟ ألا يكفي أن الآلاف من الأطفال الفلسطينيين قتلوا في غزة؟